النهاردة هنتكلم على الانترال فيدنج، محاضرة مهمة جدا. اولا كل الجايد لاين اتغيرت، فلازم نغير تفكيرنا ونبقى ابديتد من جديد. هنتكلم عن النهاردة عن الانترال فيدنج بتاع البري تيرم، هنقول معلومات جديدة خالص على الكل، والكلام ده كله هو جديد والعالم كله دلوقتي ماشي عليه. زمان كنا بنقول كلام ربش، علمنا ناس كتيرة بطريقة غلط، لكن انا الاوان ان الكلام ده كله يتغير ويتصلح. العالم كله دلوقتي اتغير، فتلاقي مثلا اليابان عندهم طفل 268 جرام وعايش، فتخيل هم دلوقتي هدفهم كله يحصل ايه؟ ان العيل يطلع من الحضانة حتى لو وزنه قليل. الفيابيليتي اتغيرت عن زمان، يعني مثلا كنا بنقول زمان 28 اسبوع ده فايب، هو نقول اقل من 28 اسبوع ده ابورشن، ما نتعاملش معاه، ما نقربش منه. لكن دلوقتي الليميت بتاع الفيابيليتي بقى 22 اسبوع. اليابان غير كده دلوقتي، يقول لك اي طفل عنده هارت بيت ده فايبل، ان شاء الله يكون ابن عمر كام خلاص، وبيتعاملوا معاه. فالكلام كله اتغير دلوقتي، فمحتاجين ان احنا ابديت نخلي بالنا. محاضرة مهمة جدا وفيها كلام مفيد، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت كل الاستاف يسمعها، لان فعلا هنتغير مفهومنا عن حاجات كتيرة خالص بالنسبة للانترال فيدو. احنا هناخد الموضوع عن طريق كيس برزنتيشن، يعني هدي مثال وهنبتدي نشرح عليه عشان المعلومة توصل اسهل. خلال الرحلة بتاعتنا دي هنشوف كذا سيناريو حصل للبيبي ده، كذا مشكلة هتعامل معاها ازاي، هوقف ولا اكمل ولا اعمل ايه. فهي رحلة شيقة طويلة شوية، بس نخلي بالنا ونسمعها هنستفاد منها كلنا. عندنا مثلا طفل وزنه 1.50 كيلو، اتولد فاجينال 26 اسبوع، والام كانت واخده 2 دوز اوف ديكساميثازون. البيبي جالنا بسيفير ديستريس وابنية. الطفل ده طبعا كل يوم احنا بنشوف، حتى عندنا في الحضانة كل شوية اطفال بتجيلنا زي كده، واول ما يخش الطفل زي كده يقول لك لا، احنا حاطين نسبة 90% الطفل ده مش هيعدي، ما بنقربش منه، طنشه سيبه شوية. المهم الطفل بتاعنا ده انتيوبيتد وخد السيرفانتا، وهو دلوقتي الريسبيريشن بتاعه ريجولار، الساتوريشن بتاعه امبروفد على اكسجين 25%. بعد كده البيبي ده عملنا له اكستوبيشن على سباب. طبعا طفل زي ده احنا قلنا مولود 26 اسبوع، هيقعد معانا فتره طويله، فلازم هنركب له سنترال لاين. بالفعل ركبنا له امبلايكال فينس كاسيتر وابتدينا نتعامل معاه. هسألكوا سؤال في الأول، Are you going to start feeding in this gestational age؟ مين هياخد قرار ان يبتدي feeding مع طفل زي كده؟ اعتقد يعني معظمنا هيقول لك اوعى اوعى انك وما اعرفش ايه، وده بري تيرم والكلام اللي احنا كلنا بنقوله لبعضينا ده. طيب هنشوف what against and what ايه with الكونز والبروز بتاعتنا. اول حاجه طفل زي ده انا عارف ان عنده immature gut، عنده diminished cell mass and enzyme activity، عنده increased permeability، عنده immature motility، susceptibility to neck عالية، عنده limited capacity for feeding. كل دي حقايق احنا عارفينها، ما فيهاش اي doubt، محدش يقدر يشكك في اي حاجة من دي كلها. يبقى عارفين ان عنده immature gut، عنده diminished cell mass and enzyme activity، increased permeability، immature motility، susceptibility to neck عالية، limited capacity of feeding. طيب لازم نعرف معلومة نخلي بالنا منها كويس خالص، الماتيوريشن اوكير رابيدلي وزن 2 ويك، ماتيوريشن اوف جات اوكير رابيدلي وزن 2 ويكس. خلاص طيب الماتيوريشن ده عشان يحصل depend on enteral feeding، يعني لازم احط نيوترنت في الجات، you have to give feeding، لازم نبدا رضاعه عشان يحصل ماتوريشن. وقلنا الماتوريشن بيحصل ايا كان عمر البيبي مولود على كام، جات ماتوريشن بيحصل على 2 ويكس، بس لازم عشان يحصل ماتوريشن لازم يبقى جوه الجات فيه نيوترنت موجوده. هنسال سؤال مهم جدا، what is the sign of maturation of gut in preterm؟ ايه العلامه اللي بتقول لي، من غير بقى انفستيجيشن ولا دوبلر ولا كلام فاضي، ايه العلامه اللي بتقول لي ان في ماتوريشن حصل للجت في البري تيرم ده؟
باسنج اوف ستول، اول ما العيان يعدي ستول تبقى الجات حصل لها ايه؟ ماتوريشن. اف ذا بيبي باس ستول از ذا ساين اوف جات ماتوريشن. علامة سهلة مش محتاجة امكانيات. افرض انا في مكان فيه كل الامكانيات حلوة جدا، وبعرف اعمل تي بي ان وتريس اليمنت، وعندي البرنترال فيتامينز موجودة عندي، وعندي كل حاجة الطفل محتاجها عشان يجين ويت. ايه اللي هيحصل لو ما عطتش الطفل ده انترال فيدنج؟ يبقى انا زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت عندي كل الامكانيات اللي اقدر منها اعمل تي بي ان، اللي احنا قلنا ده يعني تطور فظيع في العلم، ونقدر نوصل الطفل لاحسن حاجة. لو انا ما ابتديتش الطفل ده من اول يوم اديله رضاعة، ايه اللي هيحصل؟ رقم واحد، هيحصل لي جات ديسموتيليتي، يعني الماتيوريشن بتاعتي مش هتحصل. هديكم مثال، مثلا انا عمري 42 سنة دلوقتي، ماشيين على رجلينا ال 42 سنة زي الفل. لو كده مثلا حصل بعد شهر انت اتكسرت وحطيت رجلك في الجبس 3 شهور، هينفع بعد كده اقول لك امشي كده من غير ما من غير حاجه؟ لازم بقى تخش وتعمل الفيزيوثيرابي وعلاج وحاجات وتمارين وشد وحاجات كتيره. هكذا نفس الكلام بيحصل مع الجات، لو ما اشتغلتش مش هيحصل لها الماتوريشن. يبقى قلنا اول حاجه لو انا ما ابتديتش بدري مع الطفل انترال فيدنج هيحصل لي جات ديسموتيليتي، وبالتالي مش هيحصل ماتوريشن. رقم حاجة الميكوزال اتروفي، هيحصل ميكوزال اتروفي وبارير فانكشن لوست. خلاص. رقم 3 ريديوس انزيم اكتيفيتي. رقم 4 امبيرد جروس، مش هيحصل جروس للبيبي. رقم 5 الجات نفسها مش هتطلع الهرمون، الهرمون دي من ضمنها الحاجات المسؤولة مثلا عن الكونتراكشن بتاع الجول بلادر، فالبايل مش هيطلع فيحصل لي كوليستيز. رقم 6 يحصل فاسكولار ريسبونس افكتد. رقم 7 الانتستاينال فلورا يحصل لها ديسربشن. يعني سيادتك لو عندك كل الامكانيات ان انت تدي التي بي ان وتحافظ على البيبي من السيبسس، طبعا ده عمره ما يحصل عندنا، ومش هتديله انترال فيدنج، كل الكوارث اللي احنا قلناها دي ممكن تحصل له. تاني هيقول لي مثلا انت مركب له امبليك الكاستر، برضه هترضعه؟ احنا عارفين طبعا كلنا ان الامبليك الكاستر از كونتراندكيشن فور انترال فيدنج، معظم الناس معتقده كده وكل الناس موافقه اعتقد على كلامي. لا، كل الكلام ده اتغير، برضه لازم هدي انترال فيدنج. طيب هنخش بقى سؤال مهم خالص، وين تو ستارت فيدنج، وين تو ستارت فيدنج. حد عنده فكره الطفل جوه بطن امه بيبلع كام من الامنيوتيك فلويد كل يوم؟ يعني لو الطفل فول تيرم ممكن ياخد كام امنيوتيك فلويد في اليوم؟ بص يا سيدي، طبعا كلنا هنقول ارقام ممكن يوصل 150 سي سي بير كي جي بير دي، يعني طفل 3 كيلو ممكن يرضع نص لتر في اليوم، يعني الجات شغاله وهو جوه الجات عمال يبلع، بتشتغل شغاله، تيجي انت مره واحده يخرج العيل عندك قطعت عنه ميه ونور، ونسيب الايه الجات فاضيه. طبعا اعتقد ده مش صح. هنبتدي امتى الانترال فيدنج؟ من اول يوم، لازم من اول يوم. بره بيعملوا ايه؟ لو عندي 1 جرام من البريست ميلك بيعملوا بو سويدنج للميكوزة بتاع الماوس، يعني بيعملوا كير، بيمسكوا كده الجرام ده ويلفوه في بق العيل كل 3 ساعات بنقطة واحدة من اللبن بس عشان يشغل الجات. شوفوا وصلنا لايه. اهم حاجه طبعا ده يكون بريست ميلك مش اي حاجه. فلو عندي اي فيو دروبس بتيجي من الام لازم نحطها فوق الطفل البريتير من اول يوم، محدش يتاخر في الانترال فيدنج. يبقى بنقول ستارت تروفيك فيدنج وذين ذا فيرست 24 اور اوف لايف، ستارت تروفيك فيدنج وذين ذا فيرست 24 اور اوف لايف. طيب بنقول حاجه تاني، بنقول ايه؟ اكسرسايز كوشن ان اكستريملي بريتير اور اكستريملي لو بيرس ويت اور ريستريكتد جروس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاطفال اللي هم اكستريملي بريتير او اكستريملي لو بيرس ويت ببقى حريص معاهم شويه،
ان هما لازم يبقوا كويسين قبل ما ابدا الرضاعه خلاص، او ابقى ضامن ان انا مدخل اول ما هدخلهم هدخلهم بريست ميلك مش فورميا. اول حاجه تخش بطنهم في الاطفال دول لازم تبقى بريست ميلك مش فورميا. بعد كده بيقول لك دلوقتي مفيش حاجه نو ايفيدنس ان لو دخلت انترال فيدنج بدري هيحصل للنك البعبع اللي احنا خايفين منه خلاص. يبقى مفيش نو ايفيدنس ان لو ابتديت انترال فيدنج بدري هزود الانسيدنس بتاع النك. عشان كده هنقول تاني انترال فيدنج should start as early as possible in the first 24 hour of life. السؤال اللي بعد كده، طب انت هتستخدم ايه عشان تستارت الفيدنج؟ يبقى احنا اول حاجه قلنا ابتدي الرضاعه امتى وفهمنا ليه، وقلنا لازم نبتدي الرضاعه من اول يوم. بيبقى بس عندي شويه بريكوشنز في الاطفال اللي هم اكستريملي بريتيرم او اكستريملي لوبرس ويت، خلي بالنا ان يكون ستيبل شويه، ولو في بريست ميلك ابتدي بيه احسن من كل حاجه. طيب انا هستخدم ايه؟ السؤال المهم دلوقتي هستخدم ايه. اول حاجه طبعا الفيرست تشويس بتاعي اللي هو البريست ميلك. طيب البريست ميلك ده هاخده من الام مباشره ولا الفروزن زي ما بنعمل اكسبوزد فروزن؟ احسن حاجه دلوقتي انه يكون من الام مباشره، لازم يكون فريش، لبن ام دافي وفريش. This is the first priority. يعني لو قدرت اجيب الام في اول يوم في الحضانه واعمل لها بامبنج واخد اللبن ده نحطه في معده الطفل، احنا بنسميه البلسم الشافي خلاص. كمان زي ما قلنا في العيال اللي فوق ان احنا بنبقى بيكوشس شويه، الجا لبن ام. اي سيتويشن انت خايف منه نبتدي بلبن الام خلاص. This is the best. This is the most protective. This is the most nutritive. ماشي. عشان كده بنقول حتى الكولوستروم is warm and fresh from the mother. يبقى انا اجيب الام استخدم لبن الام، لو وصلت ان انا اجيب الام في الحضانه واعمل لها بامبنج ونديه فريش احسن ما بيبقى فروزن شويه. طيب لو ما لقيناش الفريش لبن ده الفريش ميلك ده وما قدرناش نوصل له، تاني اختيار عندي تاني اوبشن ان احنا نلجأ اللي هو الفروزن خلاص. تالت اوبشن بقى لو ما لقيتش لبن لاي سبب، بره بيعملوا حاجه اسمها الدونر ميلك، وعندنا بيحصل الكلام ده. يعني ايه الدونر ميلك؟ ماشي. في طبعا الكلام ده في دول بتسمح بيه ودول ما بتسمحش بيه. يعني ام مثلا والد اتنين امهات الاتنين والدين بريترم بيبي، واحده تلاقي عندها بلنتي اوف ميلك واحده ما عندهاش، بنجيب الاتنين ونستسمحهم طبعا ونعرفهم على بعض وتبقى فرصة ان هم اصدقاء، ونستسمح الام ان احنا ناخد الست اللي عندها لبن كتير دي وندي للطفل التاني وهكذا الدونيشن خلاص. انا عارف طبعا في حكاية الشرع بيقول ان ما ينفعش ادي خمس رضعات مشبعة عشان تقريبا في مشكلة ممكن تحصل، لكن انا هنا ما بديش خمس رضعات مشبعة، انا بدي بعمل انيشيشن في الاول، بدي كميات قليلة بعمل انيشيشن للفيدنج، مفيش رضعات مشبعة ولا حاجة. نخلي بالنا من حاجة من عجائب ربنا سبحانه وتعالى ان البريست ميلك ده بيتغير كل ساعة from hour to hour from day to day. عشان كده لو طلبنا من الام تشفط لبن وتحطه في الفريزر لازم نخليها تكتب التاريخ والساعة. يعني مثلا لبن الام اللي تشفط الصبح ادي للطفل الصبح، لبن الام اللي تشفط بالليل ادي للطفل بالليل. الفاريشن اللي بتحصل في الميلك دي مهمه جدا، وما اعتقدش في اي لبن في الدنيا اي نوع بار هيحصل فيه الفاريشن دي. ماشي. لبن البني ادمين ملهوش مثيل فعلا. حد تاني يسالني يقول لي انا ما عنديش ملك وبعد كده عندي اختي بترضع طفل عنده شهرين وده طفل 26 اسبوع، ينفع ادي لبن الشهرين ل 26 اسبوع؟ هقول لك حاجه، لبن الام احسن ولا الارتفيشال احسن؟ طبعا لبن الام، عمري ما اقدر اقارن لبن الام بالارتفيشال. هو انا البقره دي اللي باخد منها اللبن؟ سوري انا سالتها العجل بتاعها مطيور ولا مش مطيور، بريماتيور ولا مولود بدري ولا متاخر،
عمره كان سنة ولا عمره سنتين؟ طبعا مفيش مقارنة، عمري ما اقارن الست بالبقرة ابدا يعني. احنا بنقول اوحش لبن ام برقبة احسن لبن صناعة ايا كان. فلو عرفت اخد لبن ام يكون اقرب للجستيشنال ايج بتاع البيبي اللي موجود يكون احسن، وبالذات في الايه، في الدونيشن ميلك. مش عشان الكومبوزيشن بتاع الميلك بيفرق من ساعة لساعة بس ومن يوم ليوم، لا، انا عندي كمان الكونتنت، البروتين كونتنت والاومن جلوبولين بتفرق من يوم ليوم. خلاص، وانس ان انت حطيت البريست ميلك قصاد الفورمولا ما ينفعش تقارنهم. This is the human milk and this is the cow milk. اخر تشويس عندي طبعا، لو كل المحاولات اللي فاتت دي فشلت وما لقيتش اي حاجة، بنخش طبعا نضطر نلجأ ليه، لبن البقر اللي هو البري تيرمو فورمولا. يبقى احنا قلنا كده الفريش ميلك احسن من الفروزن، لان الفريزنج ميلك بيغير المكونات بتاعته بيأثر على اللبن. ما لقيتش ادور على الدونيشن، والدونيشن ده اقرب حاجه للجستيشنال ايج بتاعي، ما لقيتش كل ده، يبقى هضطر الجأ للايه، البري تيرم فورمولا. طب سؤال، استنى قد ايه لبن الام ده؟ افرض لبن الام اخر مش راضي ينزل، بيقول لك اطول لونجست ديوريشن مسموح بيها انتظر 48 ساعه، رغم كل المزايا بتاع لبن الام لازم ابتدي بعد 48 ساعه، ما اقدرش انتظر ابتدي البري تيرم فورمولا، ما ينفعش اخر اكتر من كده. خلاص، لكن الاطفال اللي هم الاكستريملي بريماتور او اكستريملي انستيبل بيبي ممكن انتظر شويه، انتظر ايه، البلسم الشافي اللي احنا قلنا عليه. ماشي، يبقى انا لازم اول يوم هبدا التي بي ان بتاعي عادي، ماشي، ده قلناه في المحاضره اللي فاتت، مع شويه اللبن اللي حطيناهم في بوق الطفل، او لو هم شويه كتار هنزلهم بالراي لغايه الجات. اهم حاجه ما سيبش الجات فاضيه، علشان الجات ماتيوريتي والباريال فانكشن والموتيليتي والانزيم اكتيفيتي، كل الكلام ده يعتمد على ايه، على وجود النيوترانت في الايه، في الجات. خلاص، انا ما لقيتش لبن الام وقررت ادي ايه، فورمولا. هدي ايه البري تيرم فورمولا؟ طبعا فول سترينث بري ماتيور فورمولا، مفيش حاجه اسمها هاف سترينث، مفيش حاجه اسمها كوارتر سترينث، خلاص الكلام ده بقى ربش، مفيش حاجة اسمها ماء مكتر، ابتدي بواحد سنتي ماء مكتر، كل الكلام ده اتغير. طب اشمعنى بري تيرم فورمولا مش فول تيرم؟ ليه؟ النيوتريشن بتاع طفل عنده 26 اسبوع ديفينتلي غير النيوتريشن بتاع طفل عنده فول تيرم. ده لأسباب كتير. أولا، الطفل البري تيرم محتاج بروتين أكتر من الفول تيرم. لو جينا بصينا على لبن الأم اللي مخلفة طفل 26 اسبوع، هتلاقي البروتين في لبن الأم ده معدي 4.5 جرام اللي احنا قلنا عليهم بنوصل لهم في بريتيرم بيبي في المحاضرة اللي فاتت، لأن الطفل ده محتاج كالوري أكتر عشان يكبر أسرع. بعد كده يبتدي اللبن البروتين ده يجل، يوصل ل3.5 بعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع في لبن الأم دي. مش بس كده، ده كمان معروف إن البريتيرم فورمولا في حاجة اسمها conditionally essential amino acid. يعني إيه؟ إحنا عارفين التورين والسيستين والأرجينين أمينو أسيد، دول نون اسينشال، دول مش موجودين في البريتيرم، لكن الطفل بيقدر يكونهم في جسمه في الفول تيرم، دول موجودين في البري تيرم فورمولا. كمان الطفل محتاج ادكوت فات عالي. اشمعنى؟ احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت اهمية الفات، بيخش في المايلينيشن بتاع سي ان اس، في الكوجنيتيف فانكشن، في الفيجن، حاجات كتيرة خالص. ماشي، طيب في حاجة اسمها اسينشال فاتي اسيد. لو بصينا على وزن البرين في 26 اسبوع هتلاقيه 25 جرام، لو قارناه بالفول تيرم هنلاقيه 375 جرام. عارفين 375 جرام دي تركيبتها ازاي؟ 60% منها فات، و25 من 60% دي اسينشال فاتي اسيد. يبقى محدش يقلل من أهمية الناس اللي بيخشوا يقولوا لك بقى المناديب ال سي بوفا، ويقول ايه هو ال سي بوفا، دي مهمة جدا، دي الميجور كومبوننت بتاع الاسينشال فاتي اسيد. مش بس كده، هسألكوا سؤال تاني، اسرع نمو للبرين في عمر البني ادمين امتى؟ اول سنتين. الطفل اول سنتين من عمره البرين، الطفل بيتولد بالبرين بيبقى عباره عن 25% من الادلت برين. اول سنتين بيوصل 80%، 80% يعني الطفل بيزيد خلال سنتين 55% اسرع معدل نمو للمخ في البني ادمين. بعد كده بيوصل من 80 ل 90 عند 5 سنين، يبقى 10
10% بس في 3 سنين، عشان كده بنقول البريست ميلك ما ينفعش يجف قبل سنتين. الناس اللي بتدور على الكوجنيتيف فانكشن كويسة، ما ينفعش الرضاعة تجف قبل سنتين، مفيهاش نقاش. احنا محتاجين الفات ده عشان برين ديفلوبمنت. حاجة تاني، الابزوربشن بتاع الفات في البري تيرم is not as efficient as absorption of fat in full term. الفات absorption is a matter of maturation function. خلاص، عشان كده في البري تيرم فورمولا بنحط حاجة اسمها MCT أو medium change triglyceride، اللي هي بيحصل لها absorption بسرعة غير باقي الفات اللي موجود. تاني حاجة، اللاكتوز بتاع الجي تي مش بنفس الاكتيفيتي في البري تيرم. يبقى لو في طفل بري تيرم اتولد وشلت جزء من اللاكتوز ده واستبدلته في البري تيرم فورمولا يبقى نظر شوجر زي مثلا المالت ديكستروز، يبقى دي ميزة عشان الدايجيشن بتاعه يبقى اسهل، وفي نفس الوقت از نوت هايبر اوزمولر. كمان النوكليوتايد مهمة جدا، والكالسيوم فوسفورس ريشيو مهمة برضو. عشان كده لو مفيش هيومن ميلك بنستخدم البري تيرم فورمولا وليس فول سترينث فول تيرم فورمولا. سؤال مهم تاني بقى، what volume to start trophic feeding؟ يعني ايه كلمة trophic؟ كلنا عمالين نسمع trophic، كل واحد بيفسرها بدماغه. كلمة trophic يعني انا بسمح بالنمو، بندي كمية من اللبن تعمل stimulate الجروس. الكمية دي بتقعد few days ما بنزودهاش. كل الموضوع ان احنا بندي حاجة علشان الجت يحصل فيها maturation. خلاص، ممكن نبدأ من 10 ل 25 سنتي بير كي جي بير داي. يبقى ما نبتديش بواحد مثلا والكلام الفاضي ده، لازم احنا بنقول للاطفال اقل من كيلو بنبتدي على اللور سايد، اللي هما مثلا بنبتدي ب10 سنتي لكل كيلو بير كي جي بير داي. خلاص، الازيد من كيلو ممكن نوصل اللي هو 25، نخليها في 25. مثلا طفل وزنه 700 جرام، ابديله كام سنتي في اليوم؟ بنضرب 700 في 10 يعني 7 سنتي في اليوم، يعني 1 سنتي كل 3 ساعات. هفضل على كده كذا يوم. ماشي، احدث دراسة بتقول ايه؟ انك لو سبت الجات فاضية بتزود الانسيدنس بتاع النك 3 اضعاف. شايفين الرقم؟ الناس اللي بتقول لك لا سيب حكش النبو، كل الحالات داخلة النبو النبو، انت بيقول لك انت لو سبت الطفل من غير انترال فيدنج بتزود الانسيدنس بتاع النك 3 مرات. NBO for long period is associated with threefold increase in the incidence of the neck. عشان كده بنكرر تاني، الجات لازم يبقى فيها نيوترونت، ما ينفعش اسيبها فاضية. طيب السؤال اللي بعد كده، هتكمل تروفيك فيدنج ده لحد قد ايه؟ for how long to give trophic feeding. اهم حاجة قلنا نحط نيوترونت في الجات، وبعد كده it depend on العيان ده هيموديناميك الاستيبول ولا لا، في سيبسز ولا لا، بيبصص طول قد ايه. كل الكلام ده هيخليني ابتدي افصل الاكل لكل طفل بطريقته حسب ايه، حسب الكلينيكال كونديشن بتاعته. خلاص، في ناس يقول لك مثلا هنفضل على الكلام ده 3 ايام، في ناس بيقول لك ممكن نوصل اسبوع في بعض الحالات، وبعد كده نبتدي ايه نزود. اصعب قرار دلوقتي ان انا اخلي العيان ان بي او، ده بقى قرار صعب جدا دلوقتي. كل واحد يدخل يقول لك وقف الفيدنج، حتى التمريض بيعملوا كده من نفسهم. تسأل التمريض وقفت ليه يا ابني؟ يقول لك العيان عطس مرتين. انا بشوف ان القرار ده اكستريملي ديفيكولت. يعني ايه توقف الانترال فيدنج؟ لازم اعتقد ان اي حد هياخد القرار ده يتردد 70 مرة قبل ما يوقف. ماشي، العيان لو في اي مشكلة ممكن اخليني ماشي على كمية صغيرة لكن موقفش. المصيبة انك تخليه ان بي او، تخلي الجات ان بي او. تاني حاجة، احنا قلنا برضو معلومة عمالة اكررها، البعبع بتاعنا اللي هو النك، كل ما حد يوقف ليه ده دخل في نك. احنا قلنا تاني وهعيدها تاني، ولازم كل يعرفها، معلومة مهمة جدا، لو وقفت انت زودت الانسيدنس بتاع النك 3 اضعاف. خلاص، يبقى مش كل واحد يخش الحضانة ان بي او. اعتقد ده قرار المفروض بيبقى this is the most senior decision. This is the most senior decision. ما ينفعش، انا اسف، ان اي حد ياخد قرار توقيف الرضاعه من غير ما يستشير اخصائي معاه او يستشير الاعلى منه ولا المهم. يعني ما ينفعش اعتمد على التمريض في كلامه، وهنفهم بعد كده كل اللي احنا الحاجات الكومبليكيشن اللي بتظهر وبتخلينا نوقف كلها ملهاش لازمه.
انت لما بتوقف ايه اللي بيحصل في البلاد سبلاي؟ بتعمل له كومبرمايز بلاد، كومبرمايزيشن للبلاد، بلاد سبلاي. فايه اللي بيحصل؟ البكتيريا المفيده والغير مفيده هتخش تهاجم، عايزه تاكل خلاص. تاني حاجه، لو بصينا على النيوتريشن بتاع الفلاي، 70% منه جاي من حاجه اسمها السنترال ارتريول، لكن 30% من النيوتريشن بتاع الميكوزا جاي من اليومن اوف ذا جات، من النيوترينت اللي عمال تدخلها. فاهمين يعني ايه 30%؟ 30% من النيوتريشن بتاع الميكوزا جايه من كميه الفيدنج اللي انت بتحطها في الجات خلاص. يهمك تعرف برضو حاجه تاني، الدي ان ايه بتاع الميكوزا في اول يوم رضاعه بتزيد 5 اضعاف، 5 فولدز، يعني الباور اوف ماتوريشن بتزيد 5 فولدز بتاع الانتستين خلاص. يبقى الفيرست داي ادمنستريشن اوف كولسترون انكريز باور اوف ماتوريشن اوف انتستين 5 فولد. بما ان ما تعرف معلومه زي دي، هاو تو ديسايد نوت تو فيد ذا جت. نيجي للمهم بقى، بنقول همشي ازاي، هزود ايه؟ لغايه دلوقتي مفيش ايفيدنس بتقول لي همشي ازاي، بس احنا بنقول 10، نبتدي ب10 في الناس اللي هم اقل من كيلو، ونبتدي ب25 في الناس اللي هم اكتر ايه من كيلو. ببتدي بال10 وازود ايه 10 لمده 3 او 4 ايام. الامور ماشيه كويسه بنعمل شيفت للي هو النيوتريشنال فيدنج خلاص. النيوتريشنال فيدنج دي بنقسمها برضو بالوزن، تحت كيلو وفوق كيلو. اللي تحت كيلو هبتدي معاهم بقى من 15 ل 20، وبعد كده ازود 15 20 كل يوم بير كي جي بير داي، مش بزود 1 و2 1 و2 1 كل 3 4 كلام فاضي ده، لا انا ابتديت مثلا 10 15 من 15 ل 20 بير كي جي بير داي خلاص. تاني يوم هزود 15 سنتي بير كي جي بير داي تاني، نمشي يومين ثلاثة لو الأمور كويسة بنزود نوصل لغاية 25 بير كي جي بير داي خلاص. العيال اللي فوق كيلو بنبتدي معاهم نيوتريشنال فيدنج ب30 ملي بير كي جي بير داي، ونزود برضو 30 سي سي بير كي جي بير داي. نخلي بالنا ايه هو الجول بتاع الانترال فيدنج، ان انا اهم حاجة اشيل السنترال لاين، لان غالبية السبسز ريليتد ليه للسنترال لاين في كل العالم. في دراسة بتقول ان الانسيدنس اوف ليت اونست سبسز مع العيال اللي بتوصل فول فيدنج بعد اسبوع بتبقى 3%، بعد اسبوعين تبقى 6، بعد 3 اسابيع تبقى 28، بعد 4 اسابيع بتبقى 57% الانسيدنس اوف ليت اونست سبسز. يبقى انا كل ما بوش انترال فيدنج واوصل للفود فيدنج بدري، انت بتقلل الانسيدنس بتاع السبسس. طيب اوصل امتى للفول فيدنج؟ بنقول لتحت كيلو ممكن اوصل للفول فيدنج خلال اسبوعين، مش شهرين وثلاثه زي ما بيحصل معانا وبيحصل معانا في الحضانه عندنا. اللي فوق كيلو ممكن نوصل للفول فيدنج بعد اسبوع. طيب وصلت للفول فيدنج، شيل بقى السنترال لاين. شلت السنترال لاين يبقى انت ريسك اوف سبسس قل من 57 في الاسبوع الرابع ل3 أو 6% عند اسبوعين. عشان كده دلوقتي ما بنبقاش فرحانين ان احنا خلاص عرفنا التي بي ان وبنعرف نعمله، هندي العيال تي بي ان، لا، ان التي بي ان ميجور ريسك فاكتور اوف سيبسيس خلاص، فبنحاول نتخلص منها از ايرلي از بوسيبل. الدراسه اللي فاتت اللي احنا قلنا عليها بتقول ايه؟ الفاست انكروتمنت doesn't increase the risk of neck mortality or interruption of feeding. يعني لو وصلت الفول فيدنج بدري مش بيزود لي الريسك اوف نيك زي ما كلنا فاكرين خلاص. كلنا عارفين ان اهم سبب للمورتاليتي هو السبسس، يبقى انا بعمل بايديا واسناني ان اوصل الطفل للفول فيدنج بدري عشان ابعد عن مصادر السبسس زي التي بي ان والسنترال لاين. هندي مثال، طفل وزنه كيلو ياخد كام في الرضعه؟ لو هبتدي له مثلا ب 30، هنشوف 30 سنتي بنقسمهم مثلا على 12 يبقى 2.5 كل ساعتين، او مثلا لو على 8 ساعات، لو 8 رضعات يبقى مثلا بدي 3.5 كل ايه كل 3 ساعات. تاني يوم الزيادة جديهم زي ما قلنا، هنزود 30 سي سي بير كي جي بير داي، مش هقعد ازود سنتي كل 3 رضعة والكلام الفاضي ده. بيقول لك ايه، rapid advancement is better than slow advancement to regain weight faster. يعني نرجع لوزن الولادة بدري وأسرع هتخلص من السبسس وهتخلص من التي بي ان. طيب
ايه الافضل، كل ساعتين ولا كل 3 ساعات؟ في شقين، جزء فيسيولوجيكال وجزء براكتس. ماشي. الجزء البراكتيكال متعلق بالتمريض، يعني انت مثلا هتقول للتمريض بدل ما تدي كل 3 ساعات تقول له ايه رضع كل ساعتين، يعني انت زودت الشغل بتاعه 50%، فاعتقد ده ممكن تبقى مشكلة بالنسبة لنا، لكن لا مش مشكلة، لازم نتغلب عليها. احنا بنقول بقى الاطفال اللي وزنهم مثلا من 250 لكيلو 500 او ازيد، او اللي هم اكتر من 28 اسبوع، افكر في الرضاعة مثلا كل 3 ساعات. لو التمريض متوفر عندي ومفيش مشكلة وعادي، يبقى لا يستحسن ادي كل 2 ساعة. ماشي. احنا ليه بنقول كل 2 ساعة احسن من كل 3؟ الاستومك امتي، اعتقد انت لما بتدي 2 سنتي كل 2 ساعة هيبقى الاستومك امتي بتاعهم احسن من ان انا ادي 3 سنتي مثلا كل 3 ساعات. خلاص، فهقدر اوصل للفول فيدنج اسرع وافضل. السؤال اللي بعد كده، how to assess tolerance of feeding. كلنا طبعا هنقول الاسبيريشن، وكلنا بنعمل كده. انا دايما ما بفضلش حكايه الاسبيريشن. بيقول دلوقتي بيقول لك ايه بقى، gastric residual volume shouldn't be the guide to say the baby tolerate feed or not. don't check gastric residual routinely. خلاص، يبقى دلوقتي محدش بيعتمد خالص على الاسبيريشن او الجاستريك ريزيديوال ولا الحاجات دي كلها اللي احنا كلنا متعودين. لا، شفط العيل ده جايب الرضع كلها، شفط العيل ده معرفش ايه، ده جايب اخضر، ده جايب اصفر، ده جايب معرفش ايه. don't check gastric residual routinely. احنا ممكن بس ايه نسيب الراي المفتوح قبلها بنص ساعه، لكن اجي اشفط هنتش اكيد الميكوزا بتاع الاستومك، والبيبي هيجي له جاستريك بليدنج، وتقول لي ده البيبي دخل في نك، واخش في دايلما ملهاش 30,000 لازمه. خلاص. تاني حاجه، دونت تشيك ابدومينال جيرث روتين. ليه؟ يعني مش هقيس الابدومينال سيركمفرنس وحصل ديستنشن والكلام ده كله، كل حاجه اتغيرت، كل اللي احنا كنا متعودين عليه اتغير. يبقى ما ببصش على الريزيديوال، ما ببصش على ديستنشن ولا مفيش. طيب لو حصل ان انا مثلا لقيت في جرين اور يلو ريزيديوال، ار نوت امبورتنت، يبقى جرين اور يلو ريزيديوال ار نوت امبورتنت. لو التشفيط اخضر او اصفر، اهم حاجه اتشيك الرايل مكانه فين. ممكن يكون الرايل داخل لي من الاستومك معدلي في الديودنم فجايب لي الاخضر ده. خلاص. احنا بنقول الانتي بريستالتيك موفمنت او ويفز اللي موجوده في البري تيرم دي ممكن تجيب لي الاخضر اللي في الديودنم اللي تدخله على الاستومك. تاني حاجه، اثناء الجاش اوف بايل من الجول بلادر وهي بتكونتراكت ممكن يرجع لي جزء على الاستومك. فلو الاسبيريشن يلو اور جرين مش مهم، اهم حاجه تقلقني لو حصل جرينيش فوميتنج. خلاص. تاني حاجه الاسبيريشن، لو الاسبيريت دم قلنا ممكن يكون الاسبيريشن ده عمل لي او عور لي الميكوزا، او الطفل محطوط على سباب او نيزو جاستريك تيوب، فمن التشفيط انا عورت النيزا الميكوزا فعمال اتخرخر دم، التمريض يشفط الجاستريك كونتنت يلاقي فيها دم. فده مش هو اللي يخوفني، اللي يخوفني لو الدم جاي لي في الرايل كونتينوس، الدم جاي لي في الرايل كونتينوس من غير تشفيط ومن غير اي حاجه، دي ممكن تبقى ايرلي ساين او ايرلي مانيفستيشن اوف نيك، لازم نحطها في الاعتبار. هنعمل ايه بقى لو لقينا جاستريك ريزيدوال؟ للاسف كلنا اول ما بنعمل اسبيريشن ارمي في الزباله. نخلي بالنا ان في بروتين، في دايجستيف انزايم، ولي نيوتريت فاليو فظيعه. خلاص. طيب اعمل ايه لو لقيت اول مره وشفطت ولقيت اكتر من 50% من الرضعه اللي فاتت، اكتر من 50؟ ماشي، لازم يكون اكتر من 50 عشان يبقى ليه أهمية. بنعمل ايه؟ برجعه زي ما هو وكمل رضعاتي زي ما انا. طيب لو جيت عملت اسبيريشن ولقيت تاني 50% تاني، هخصم 50% من الرضعة اللي بعديها، يعني بدل ما ادي 4 ادي 2 في الرضعة دي بس، يبقى انا رجعته وعطيت نص الرضعة اللي بعديه. لو شفطت تالت مرة ولقيته ممكن اوقف رضعة وارجع ارضع عادي. كل ده شوف بعمل كام محاولة عشان ما اوقفش الرضاعة. حل تاني، ممكن انزل النص، يعني بدل ما ادي 8 سنتي
همشي الرضعات بتاعتي كلها مثلا 4 سنتي بدل ما كنت ماشي على 8، يبقى انا عندي كذا بديل وكذا خطوة عشان برضو ما اوقفش الانترال فيدينج ابدا. في ناس بتقول لك ممكن يعملوا ايه لو عملت كل الحلول دي وبرضو في مشكلة لسه قائمة، بنرضع بدل بولس بنرضع ايه بالسرنج بامب، بندي الرضعة بدل ما بديها بالبولس بحطها في السرنج بامب، بديها مثلا على نص ساعة او على مدى ساعة بدل ما اوقف الفيدنج خالص. طيب هنرجع للبيبي بتاعنا، نسيناه طبعا خالص. احنا قلنا البيبي محطوط على السباب، واحنا عارفين السباب بيعمل حاجة اسمها سباب بيلي، بطنه منفوخة، واحنا اول ما البطن بتتنفخ كلنا بنترعب، اوعى دي نك، اوعى ده معرفش ايه، اوعى ايه، هتديله غذاء ولا لا وهو على السباب؟ طيب احنا بنقول السباب بيلي دي associated with decreased intestinal blood flow، مفيش احسن من الانترال فيدنج اللي يحسن لي الميزنتريك بلاد فلو. This is the best stimulus for improving mesenteric blood flow. يبقى ما ينفعش الطفل محطوط على سباب وبطنه منفوخة اقول وقف برضه، لا ده الواد فيه معرفش مشكلة ولا حاجة، يبقى لا انا هكمل، لان هو اول ما بدي الانترال فيدنج زي ما قلنا بيحسن الميزنتريك بلاد فلو. طيب اديها له اورو جاستريك ولا نيزو جاستريك مفيش فرق زي ما انت عايز خلاص. في ناس بتقول لك ايه العيان اللي هو اقل من كيلو بدل ما تديله الرضعات ايه في بولس اديها له كونتينوس زي لسه ما احنا قايلين عن طريق مثلا السيرنج بامب، ده بيدي نتائج احسن وبيخليهم يوصلوا للفول فيدنج اسرع وبدري. طيب مشكلة تاني حصلت للبيبي بتاعنا، جينا بعد ربع يوم ماشيين على التروفيك فيدنج وكل حاجة زي الفل، لقينا الطفل الاكسجين نيد بتاعه زاد، عملنا مثلا اي بي جي لقينا في بيز ديفيسيت مثلا 12، الكابيلاري ريفيل بتاعه بقى 6 ثواني، كلنا فكرنا طبعا ممكن يكون دخل في سيبسس، عملنا سي بي سي وسي ار بي لقيناهم نورمال، فقلنا نمشي الطفل ده على دوبامين او اي حاجة تحسن لي وتعمل لي امبروفنج السيركيليشن. هرضع ولا برضو مش هرضع؟ زمان كنا بنقول الطفل ان هو هيمو دايناميك انستيبل وماشي على الدوبامين بنوقف الفيدنج. This was wrong. بيقول لك ان الاطفال دول اللي ماشيين على الدوبامين والدوبيتامين ووصلوا لغايه 10 اكتر من 10 مايك بير كي جي، بصوا على المين ارتيريال بلاد بريشر بتاعهم وبصوا على الميزنتريك بلاد فلو، بيقول لك ان لما وصلوا اكتر من 10 حصل امبروفنج في الميزنتريك بلاد فلو وامبروفنج للمين ارتيريال بلاد بريشر، وده قلل فرصه النك او الانسيدنس بتاع النك خلاص. مشكلة تاني عملنا اكس راي للبيبي ده لقينا ايه اللنج بتاعته بليسوريك والكاردياك شادو بتاعه فيه كارديو ميجالي، البيبي دخل في ايه؟ لقينا دخل في بي دي ايه. طيب ملقيناهوش متحسن وابتدينا نديله باكد ار بي سيز، ينفع اكمل رضاعة ولا هوقف؟ كان في موضة كده بتقولك في حاجة اسمها بلاد ترانسفيوجن اسوشيتد نيك، لكن حاليا وجدوا ان مفيش علاقة خالص بين نقل الدم والنك ماشي، فهكمل فيدنج زي ما انا ماشي. العيان فضل انستيبل وقررنا نتعامل معاه ونديله مثلا دراجز عشان تقفل البي دي اي بتاعته، احنا عارفين ان احنا الدراجز يا اما اندوميسيسن يا اما ايبيبروفين، خلاص الاندوميسيسن احنا بنخاف منه شوية. طيب اوقف معاهم الرضاعة ولا اكمل؟ احنا كلنا عارفين اندوميسس ممكن بيقول لك بيقلل ميزنتريك بلاد فلو ماشي، ممكن نكمل معاه لو هو هيمشي على الاندوميسس نكمل معاه تروفينج فيلينج وما نعملش زياده لغايه ما نخلص الاندوميسس والبي دي تتحسن، وممكن بعد كده ابتدي اشفت على الايه النيوتريشنال فيلينج. لكن لو هو ماشي على الايبيبروفين امن مفيش اي مشكله واكمل معاه للاخر وازود معاه وامشي موقفش خالص الانترال فيلينج. تجميع بقى اللي فات، احنا قلنا تروفيك فيلينج هبتدي الطفل هنقسمها بالكيلوات، اقل من كيلو هبتدي من 10 ل 15، وبعد كده من كيلو كيلو ونص هبتدي 20، ازيد من كيلو ونص هبتدي معاه ب25 سنتي، وازود زي ما قلنا هزود بنفس الكمية 15 20 25. لقينا الامور ستيبل والدنيا ماشيه كويس، هخش في الايه نيوتريتيف فيدنج خلاص، اللي هو احنا قلنا هنبتدي
في اللي هم اقل من كيلو برضو بنفس الكلام، ممكن نوصل نبتدي ب 15 و20، ممكن نوصل ل 25 لو امور ستيبل. اللي هم ازيد من كيلو او كيلو ونص ممكن نبتدي معاهم من 30، وبنزود 30 تاني يوم، وهكذا لغاية ما اوصل للفول فيدينج. قلنا الاطفال الصغيرين اوصل معاهم اللي هم اقل من كيلو هوصل معاهم في الفول فيدينج خلال اسبوعين، لكن اللي هم اكبر من كيلو او اكبر من 28 اسبوع ممكن اوصل للفول فيدينج خلال اسبوع. يا جماعة كل الكلام اللي احنا كنا ماشيين عليه غلط، وانا اولكم، الكلام الجديد كله اتغير. نخلي بالنا كل هدفنا ان انا اوصل للفول فيدينج بسرعة، ما عنديش اي كونترا انديكيشن. انا بالعكس زي ما قلنا ولازلت بقول واكرر الجملة دي تاني، كل ما بوقف الانترال فيدنج انا بزود الانسيدنس بتاع النك 3 اضعاف. خلاص ماشي. فمهم خالص الانترال فيدنج، مهم خالص ان احنا نغير سياساتنا تاني، نراجع حساباتنا تاني، نخلي بالنا.